ايه الصدف الجميله دي؟ صباح الفل. خير في ايه؟ عطلانه ولا ايه؟ لا العجله للاسف ناقل العده في عربيه تانية. تخيل والله العظيم لسه عامل نفس الحركه انا كمان عشان احط عده الصيد. انت ليك في الصيد وكده مش كده؟ احيانا. اصل انا قلت برضه الاتجاه ده في المعده يبقى اكيد رايح هتصطاد ناحيه الزعفرانه زي الناس الحريفه. طيب ها هنعمل ايه؟ لا مفيش مشكلة، أنا طلبت ونش جاي من الجونة حالا. يا باشا ونش إيه اللي يجي لك من الجونة في المعدة ولا حد هيسأل فينا؟ أنا هتصرف أنا متقلقش. لا 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 اطمن يا أستاذ أشرف كله تحت السيطرة. أحلى سيطرة يا باشا، بس ما ينفعش أسيبك من غير ما اطمن عليك. يا فندم اتفضل ما تعطلش نفسك أنا كويس. والمصحف ما يحصل، دي منطقتي أنا هتصرف. قرط كويس يا أسطى ما تكسفناش. تمام يا أستاذ أشرف. 100 100. الله ينور يا أسطى. شكرا يا ريس. ده الباشا كان عايز يجيب ونش من الجونه، قلت له ازاي؟ الراجل بتاعي موجود 24 ساعة. شكرا يا ريس، حسابك كام؟ لا لا ازاي دي عندي أنا دي؟ لا لا معلش. لا لا ازاي؟ أنت ضيف ما ياخدش منك. اتفضل يا ريس، شكرا. مش تحلف إيه ده؟ إيه ده؟ ده كتير قوي. السلام عليكم. هو بعد إيه يا عم؟ ربنا يكرمك يا أستاذ أشرف. إديني نمرتك بقى إيه؟ عشان أرن اللي عندي يبقى عندنا النمر بقى. معلش بعد إذنك، شكرا جزيلا. طيب يا شيف هنطبخ ايه بقى؟ رد ممكن تكون حاجة مهمة. ايه في ايه؟ دوشة، العيال مسكوا ببعض. طيب كلمة. احكي لي اللي حصل. يا نهار ابيض. طيب يا ما انا جاي حالا، ربع ساعة هكون عندك. يلا. مشكلة كبيرة للأسف. بنت صاحبة ليلى في الجامعة بتهدد إنها تنتحر وبتقول إن ليلى وزميلتها هم السبب لأنهم اتنمروا عليها. أنا آسف لازم أمشي. أوكي. هكلمك أول ما أقدر. وملبسة هدومك كان اعتذر لجودي مكانها في داون تاون مش كده؟ استنى هجيب لك اللوكيشن. لا لا مش هتروح حتة، لو راحت يبقى بتثبت على نفسها ان هي اللي عملت كده. مش محتاجة تثبت يا اونكل، هي عملت كده فعلا. ده من اكونت ما نعرفش مين صاحبه، خلي ام البنت تثبت. بجد يا جدو؟ تفتكر مش هيعرفوا يثبتوا ان انا؟ ايه الكلام ده يا اونكل؟ ايه الكلام ده؟
انت معترفه يا ليلى، مش محتاجه تثبتي خلاص، وهتعتذري عشان نفسك مش عشان مين هيمسك عليك حاجه ومين لا. ومين البس اتفضلي. عمر صراحه انت بكبر الموضوع قوي، دي خناقه بنات عاديه جدا. قولي له جودي دي دراما كوين قوي. وبعدين تعالى هنا، مش اول واولادك يقعوا في مشكله صغيره يجروا بسرعه ويعتذروا كده، ما حدش عامل لهم حساب كده كانه ما لهمش ضهر. دي مش مشكله صغيره يا اونكل، انا بعلمهم يتحملوا مسؤوليه افعالهم. قومي البسي. قومي. Yes, Maria. There is a visitor for Mr. Omar. خليها تلبس. قومي بس. لا. قومي. لا. أنا مش هلبس. ما تلبسيش. أهلا وسهلا. أهلا بيك، إزيك زي الفل يا أستاذ عمر؟ أنت دخلت إزاي؟ ده المفتاح معايا. عندي مفاتيح القاهرة. آه. استاذ اشرف اللي انقذني الصبح لما العجله فرقعت، المدام. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك. اهلا وسهلا. احنا مسيطرين في الغردقه يعني، لو عايزين اي حاجه انا صاحب مطعم السمك اللي الاستاذ بيحبه. يا ريت بس لو حضرتك تطلبي من الاستاذ الكبير يعني، لو جينا بره او ناخد شويه صور نعمل دعايه على الفيسبوك يعني وكده. اكيد طبعا. ان شاء الله نيجي ناكل عندك، انت اكلك مش محتاج دعايه. شكرا جزيلا. تشكرني على ايه؟ ده طريق الغردقه ده ملكي، وانت معاك رقم يعني لو في اي حاجه اطلبني. غردقه؟ انت كنت بتعمل ايه على طريق الغردقه الصبح بدري كده؟ شاكرين جدا، شاكرين، نورت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت. اهلا وسهلا. مفيش حتى اتفضل كوبايه شاي يا فندم، ما احنا مستعجلين وما عندناش وقت وحضرتك مصر ترغي. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. حضرتك الصبح حبيبك واشرفه دلوقتي فندم. اشرف نورت، ان شاء الله نيجي ناخد شاي عندك في المحل. شكرا جزيلا، مع السلامه، نورت. كتر خيرك. ممكن افهم مالك؟ سيبك مني وركزي في مشكله بنتك. طب على الاقل قولي انت ليه متضايق مني انا دلوقتي؟ عشان كالعاده ما يحصل مواجهه بيني وبين اهلك تشيلي ايدك خالص وافضل انا في المواجهه معاهم. عمر انت عارف ان بابا عنيد جدا، بعدين انت مش حاسس ان انت مكبر الموضوع شويه؟ كبر الموضوع؟ اه صحيح، بنتنا تعمل حساب مزيف على الانستجرام، تبعت رسائل تنمر لزميلتها وتهددها بكشف حاجات عن حياتها الشخصية، فالبنت تحاول تنتحر. صحيح، موضوع بسيط. أنت عايز تقولي إن أنت ما تعرفش البنات في السن ده بيعملوا إيه؟ ليلى محتاجة تروح لثيرابيست، تكلم معاها يفهم بتفكر في إيه، يوجه طاقتها الإبداعية في حاجة مفيدة. إبداعية؟ عمر بلاش طريقتك الاستفزازية دي من فضلك. أوكي ليلى غلطانة ما بقولش لأ، بس هي مش بني آدم وحش للدرجة دي. أنت بتوحي فاهمها. البنت حاولت تنتحر. أوكي. ايه اللي يريحك؟ اولا تعتذر، ثانيا تتعاقب، من غير عقاب مش هتتصلح. مش كله مجاب مجاب مجاب، كله فور جرانتد. لازم تقلها لا، انا اتربيت وما عنديش عشر اللي عندهم، لا يبقى في موبايل ولا لابتوب لاخر الاجازه. ده اللي يريحني. اوكي ما عنديش اي مشكله، بس انت شايف ان العقاب لوحده كفايه؟ طيب قولي لي حل. اكيد احنا محتاجين نركز مع ليلى اكتر من كده، نعرف هي بتروح فين، بتكلم مين، بتعمل ايه، ايه اهتماماتها. هنراقبها يعني؟ اكيد لا مش هنراقبها، بس اللي انا شايفاه ان احنا الفتره اللي فاتت كل الاتنشن كنا مدينه لهنا وصلاح، قلنا خلاص ليلى دخلت الجامعه وكبرت، بس الواضح بقى كده ان هي لا محتاجه اتنشن مننا اكتر بكتير. انا مش مختلف معاكي، كلام مظبوط جدا. انا بقى مش فاضي السمستر اللي جاي، عندي تو كلاسز. ما انا كنت بفكر ان انت ممكن تاخد اجازه السمستر ده وبابا ممكن يساعدنا في المصاريف.